انا خرجت من التعليمي، انا ما كملتش دراسه يعني. وقرروا اهلي ان انا اتعلم صنعه يعني، بدل ما اطلع مش حاجه كويسه. دخلت الصنعه من بالظبط كده من 9 سنين، فبدات اتنقل لمكان لمكان، والحمد لله نزلت خبره بفضل الله سبحانه وتعالى كويسه الحمد لله. اخر مكان نزلت فيه صناعي كان في مصر الجديده هنا في شارع النزهه، قعدت في المحل ده بالظبط سنه. تمام، ربنا كرمني الحمد لله. الراجل كان كده كده بيسيب لي المحل، انا اللي كنت يعتبر شغال فيه لوحدي. تمام، الحمد لله عملت منه زبون كويس بفضل الله سبحانه وتعالى، فبدا هو الزبون هو بدا مستنيني انا اللي احلق له يعني. لفيت مرة اتنين تلاتة أربعة، ما كانش فيه شغل، فقعدت فترة كده قلت أنزل أشتري عدة وخاصة بيا. اشتريت كل حاجة بعدة بشنطة وكده، واللي زبوني اللي اتصل بيا أروح له البيت يعني، زي نظام حلاق دريفري اللي عايز يحلق بروح له البيت يعني. فقالوا لي خلاص أنت ممكن تفرد الشنطة دي تحطها على صندوق مثلا ويجيب لك كرسي، واللي عدى يعرفك مثلا أنت حلاق يعني. فقلت لهم إزاي حلاق في الشارع وكده، ما ينفعش يعني. فقالوا له خلاص انت افرت العده وسيبها على الله يعني. فالحمد لله جبت الصندوق وجابوا لي كرسي وحته مرايه صغيره كده حطيت عليها العده، وبفضل الله سبحانه وتعالى كان حاجه جميله جدا يعني. الناس رحبت بالموضوع جدا، ويعني حلاقه في الشارع، فدي كانت فكره الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى كويسه للناس يعني. والله اخذت سخريه شويه الاول يعني. تمام، يعني اللي زي حلاقه في الشارع ويقعدوا يصوروا بالمكامرات وبتاع حاجه يعني ازاي، والناس بتحلق عادي كده، والشباب دي جابوا لي ناس ثانيه، والعمليه بدات الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بدات تزيد شويه. والله الحمد لله بتستر اخر الليل يعني، دي ارزاق بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا بيسترها الحمد لله بتدور اخر الليل يعني.